مشجع ارسنال الكريم، انت دلوقتي عارف ان نص الملعب بتاعك هجوميا بعافيه شويه، اللعيبه شبه بعض اغلبهم في الادوار سواء النني او تشاكا، فاللعيبه ما عندهمش ابتكار في الشق الهجومي، وانت بتلعب قدام فرقه زي ليفربول وعايز تبني على الارض وعايز تبني الهجمه من تحت خالص، متوقع بذمتك ان هم يعملوا حلول ابتكاريه من النني او تشاكا؟ يعني انت عارف في الحاله دي ان انت هتلاقي ضغط عالي جدا بيتعمل عليك لو انت بتحاول تبني الكره من تحت من خط المرمى بتاعك، وانت برديلو بيباصي لدافيد لويس او بيباصي الهولدنج هتلاقي في ضغط عالي عليه من ثلاثي ليفربول الهجومي فيرمينيو وماني وصلاح، وهيضم لهم كمان جيني فينالدوم، واحتمال كمان تلاقي ان نبي كايتا وجينالدو وجيني فينالدوم بيبدلوا مع بعض، فهتلاقي ان في ضغط عليك باربعه، وهتلاقي لعيبه نص الملعب ضامين علشان خاطر يكون في خطوط متقاربه. انت بقى المشكله في ارسنال ان انت كنت عايز تخطى كل المراحل بتاع تحضير الهجمه، وانا عايز ابني الهجمه من دافيد لويس. دافيد لويس هو اللي هيبني لي هجمه وهيلعب كوره طويله سواء لاوباميانج او سواء لويليان، والمشكله ان هي الكره الوحيده اللي اتلعبت طويله كانت لميتلان نايز، وميتلان نايز استلامها وحش قوي. يعني خطه مايكل ارتيتا جوه الملعب ما كانتش فعاليه هجوميه كويسه زي ما الراجل ما كان عايز، ان هو يضرب ليفربول بالكرات الطويله اللي هيلعبها ورا تريند الكسندر ارنولد، برده نفس الفكره اللي عملها مارسيلو بريسيا مباراه ليدز ونجحت معاه. بس المشكله بقى في ارسنال ان كل حاجه ما بتنجحش معاك. يعني مثلا لما تفكر انت تلعب جيم دفاعي كويس قدام ليفربول بتلاقي ان انت دفاعيا مش عارف تدافع، لما بتفكر ان انت تحاول تبني الكوره من رجل لرجل بتلاقي ان لعيبتك مش عارفه تبني من رجل لرجل، والضغط العالي ليفربول عاملاه عليهم بيخليهم يغلطوا وبيخليهم ان هم يحسوا بتوتر غير طبيعي وهي الكوره تحت رجليهم. فمنتظر منهم ابداع، منتظر منهم اي حاجه. الكوره ساعدتك ان انت اول كوره طلعت بيها لقيت ان انت حرست الهدف الاول عن طريق لاجازيت اللي هو اساسا كان بيقلش، بس اليسون بيكر سهلها له الكوره اللي كانت راجعه لهم من المدافع علشان خاطر الباشا كان اوف سايد، فانت مستني ايه يابا؟ حتى الهدف بتاعك كان باين ان هو في عك وفي مشاكل، فانت مستني ايه؟ ليفربول هيعمل معاك الغلط، وليفربول معروف كويس قوي ان هو الشغل بتاع يورجن كلوب اللي الراجل كان بيحاول يبني منظومه دلوقتي بناها وبياخد بقى ثمارها وثمار النجاح بتاع المنظومه بتاعته اللي هو بناها. ضغط عالي، لعيبه بتضغط عالي، في فرق بين الضغط العالي والتحليق من قدام. لعيبه اصلا النهارده كانوا بيحلقوا من قدام، ما كانوش عاملين ضغط عالي. اوعى تتغلط ما بين الضغط العالي وان في لعيبه بتتقدم الخطوط للامام واللعيبه دي بتحلق من قدام. لعيبه ارسنال كانوا بيعملوا كده تماما الشوط الاول. المشكله بقى في لحظه ما ارسنال هيلبس الهدف الاول، وبالذات لو هدف اول 1-0 او 2-1، لان وقتها هيبقى مطلوب من ارسنال ان هو يطلع شويه، وعايزين نمسك الكوره وعايزين نلعب على ليفربول بقى كوره. وقتها بقى تضرب المرتدات علشان خاطر عندك روب هولدنج بطيء ناحيه اليمين، وعندك عندك دافيد لويس ممكن يعمل لك فضايح وممكن يطرد كمان، لان انت عارف ان هو في الماتشات بتاعت ليفربول دي بيحب يشد صلاح شويه، فعارف ان انت عندك مشاكل سواء حبيت تدافع او سواء حبيت تهاجم. فدي وقتها تقعد تقول مايكل ارتيتا، وارتيتا ما عندوش غير 3-4-3 اللي بيحولها 5-3-2 و5-2-3 احيانا، فما تقعدش تسال نفسك هو العيب في ارتيتا، واسال نفسك هو الامكانيات بتاع الفرقه ممكن تودينا لحد فين. هي الازمه يا صديقي ازمه امكانيات وازمه فوارق فرديه بين اللعيبه. المشكله مش مشكله تكتيكال او مشكله عبقريه من مدرب واقف على الخط، بقدر ما هي في امكانيات لعيبه بائسه نوعا ما لارسنال. في هيكتور بليلين اللي انت عارف ان هو راجل بيعمل وجبات هجوميه ولا بيعمل وجبات دفاعيه، في ميتلان نايس بيحاول بس هي قدر امكانياته كده، يعني لما يحب يرفع عرضيه بيلعبها بالغلط تيجي مردوده لاكازيت، لاكازيت يحرزها هدف، لاكازيت اللي بالمناسبه ضيع انفرادين لو كان جاب واحد فيهم الشوط الثاني كانت ممكن النتيجه تتغير، وكانت ممكن ارسنال يرجع في النتيجه 2-2. اي نعم في واحد كان اوفسايد، بس في واحد ثاني ما كانش اوفسايد وحطها وحش قوي، او اليسون بيكر طلعها حلو. اما لو عايز تتكلم على ليفربول فزي ما قلت لك الراجل باني منظومه بقى له سنتين وبيقطب بقى في الثمار بتاعتها، والدنيا بالنسبه لهم شغاله وزي الفل. عنده ساديو ماني عامل جبهه ناريه مع اندرو روبرتسون، والناحيه الثانيه تريند عامل هو صلاح برده جبهه ناريه. المشكله كلها بتاعه كل مره بنتكلم فيها على ليفربول هي اللاعب المبدع في نص الملعب، برضه مشكله ارسنال وليفربول مشتركه في الحته دي، بس منظومه ارسنال الجماعيه غير منظومه ليفربول الجماعيه. منظومه ليفربول الجماعيه حته تانية خالص بعيدا عن ارسنال، الموضوع مختلف تماما. في ثقه عاليه جدا في اللعيبه، في قائد زي فان دايك قائد دفاع حقيقي، وفي واحد بتلاقيه زي فابينيو وراجل ممكن تعتمد عليه في اي مكان، عايز تلعبه ديفندر تمام، عايز تحطه مساك تاني تمام. في اتنين باكات، اتنين من افضل باكات في العالم زي ما يكون من افضل سواء روبرتسون او ترينت، ال4-3-3 ما بتتغيرش في الحاله وهو مش مع الكره بيلعب 4-2-4 بيعمل كل اللي هو عايزه بقى المنظومه زي ما اتكلمنا بيقطف الثمار بتاعتها. لو قعدت تسال نفسك وليفربول قوي والانديه دي ضعيفه، ولا الانديه دي ضعيفه وليفربول فريق عادي،
ولا هو ارسنال يعني كان خصم كويس النهارده؟ هتلاقي ان الاجابه متلخصه في حاجه واحده بس، ليفربول قوي جدا، والانديه في انجلترا عندها مشكله في الدفاع وعندها مشكله في ضعف شخصيتها قدام ليفربول. ليفربول بينزل غالبا كده بيكون 50% او 60% في لعيبه ليفربول يكون عندها ثقه ان انا ممكن اكسب الخصم النهارده، عكس الخصوم اللي بتلعب ليفربول بيبقى عارف كويس قوي ان انا فكره ان انا اعمل نتيجه على ليفربول بتكون صعبه شويه. وهي دي الشخصيه بتاعت الفريق البطل احيانا، اللي هو حتى لو الفرقه مش في احسن حالاتها، حتى لو مش في اكمل الجاهزيه، بتلاقي ان الفرقه شغاله وتمام وزي الفل. حتى لو حبيت تحط فيهم عنصر زي تياجو، وحبيت تحط فيهم عنصر زي جوتا اللي بيلعب المباراه اللي هو بيسجل الهدف الاول، الهدف الاول ليه مع ليفربول، بتلاقي ان هي تمام وزي الفل. عايز تكلم وتقول لي صلاح ما عملش مباراه جيده؟ لا، صلاح هو اللي عمل الهدف الاول، وصلاح هو اللي عمل كل الخطوره ناحيه الشمال على كيران تيرني، وصلاح الراجل عمل اللي يقدر عليه. بس ساديو ماني احرز الهدف بعبقريه، الهدف بتاعه عبقريه كلها في التمركز، التمركز بتاع ساديو ماني رهيب جدا. بس مشكلتي مع ساديو من زمان ان هو ما بيجيبش قد ما بيضيع. اما فيرمينيو برضه لسه بيوصل غياب للموسم الثاني على التوالي في ليفربول، بيعتمد على صلاح وماني هم اللي يشيلوا الشكل الهجومي. اما لو اتكلمنا على نابي كايتا وجيني فينالدوم فاجرك الله. نابي كايتا حتى وهو برجل واحده ممكن تنتظر عليه حلول ابداعيه عن جيني فينالدوم. ما تزعلش لو انت مشجعين ارسنال، مباراه عاديه عطتك بالقدر اللي انت تستحقه، وعايز ترجع وتركز وتقول ليه جابريال ما لعبش. هقول لك حاجه بسيطه، ارتيتا نفسه كان عارف ان هو نازل يخسر قدام ليفربول، وعنصر اللي هيفتح اللعب بالنسبه له كان دافيد لويس، علشان كده لعب دافيد لويس. دافيد لويس النهارده كان عنده دورين، بيصنع لعب الشكل الهجومي، وفي الحاله الدفاعيه مفترض ان هو قائد الدفاع. بس الراجل في الهدف الثالث هو بيردلين عمل غلطه غبيه، بيقدر ديجو جوبتا ان هو يحسب بيها الهدف الاول. لو قعدنا نتكلم على الاهداف فهتلاقي عادي نفس المشاكل الدفاعيه بالنسبه للاعيبه ارسنال هي. عارف ان طولت عليك صح، بس عادي مش تخسر حاجه. انت 90 دقيقه كنت قاعد تتفرج على فرقه بتشوط 22 تسديده، وفرقه ثانيه بتشوط 4 تسديدات، وفرقه لها كورنرين، وفرقه لها 8 كورنرات، وكنت بتلاقي ان في مباراه وان سايد جيم، ومفترض ان انت بتتفرج على فرقتين بيلعبوا جيم مفتوح قدام بعض. بس هي دي الكوره.